بسم الله. دلوقتي لو احنا عايزين نعدل في الجريدز ديت او المربعات ديت، هاجي من قائمة فيو هقول له جريد element اوبشن جريد باك جراوند، تمام. هنا دي المربعات بتاعتي 2000 في 2000، هقول له مثلا خليها 4000 في 4000 او خليها في 3000، واقول له اوكي. المربعات اتغيرت معايا، بقت 4000 في 3000. اقول له فيو تاني جريدز، هلاقي بيسألني مثلا طب انت عايز اللون بتاعك يبقى ايه، الباك جراوند الخلفية بتاعتي. في ناس بتحب الاسود مش عارف ازاي، تمام. هو اوتوماتيك خلى الخط ده جريد شوية، ممكن اقول له لا انا عايز اخليها مثلا اصفر مثلا، تمام، بالشكل دوت، ماشي. ممكن انا اكون عايز الجريد بتاعي يميل، اقول له روتيت جريد بالشكل دوت. ممكن اختار الزاويه بتاعتي، اقول له مثلا خلي الزاويه حسب المبنى، ممكن يكون المبنى بتاعك فعلا مايل فانت عايز تخلي الجريد يساعدك في المبنى. انا خليتها مثلا 35، تمام. طيب السناب جريد عايز يعمل لك سناب كل قد ايه؟ اللوكال اورجن النقطة المركز بتاعتك ممكن تكون بدل ما 0 0 انت عايز تنقلها تخليها هنا مثلا، ماشي. فاقول له مثلا 8000، وهنا خليها مثلا 6000، ماشي، تمام، اوكي، تمام، هيبقى بالشكل دوت.